إبراهيم إدريس، باحث في العلاقات الدولية والسياسة الأمريكية، هل تسمعني الآن جيدا؟ سامعك أستاذة مريم. كنت أتحدث معك سامعك. تفضل. كنت أتحدث معك منذ قليل عن السياسة الخاصة بالجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. طرح ضيفي من القدس المحتلة منذ قليل أن ترامب يعتمد على إسرائيل دعم كلي في الفوز بهذه الانتخابات. البعض الآخر والعديد من التقارير أيضا ذكرت وعنونت فكرة نتنياهو في انتظار ترامب. إلى أي مدى تؤثر شكل هذه العلاقة على فرص ترامب؟ في الحقيقة هناك ما يعرف بالثابت والمتحول في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، والتي وضحت منذ فكرة يعني تأسيس الدولة الإسرائيلية منذ 48 إلى يومنا هذا. لم يتغير الموقف الأمريكي قيد أنملة من دعم الدولة الإسرائيلية، وبالمثل إسرائيل تعتمد كلية اقتصاديا عسكريا سياسيا على كل قدرات أمريكا في دعمها لتأكيد مواقفها التي ظهرت في كل المحافل الدولية، بل تخص في القضايا الإنسانية أو تخص في القضايا السياسية في مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذا هو الثابت. المتغير هو يحدث دوما بتغير الأحداث في الواقع. منذ 7 أكتوبر الآن هناك تحولات عديدة بدأت في هذه العلاقة، وبدأت يعني نتوءات التغيير بدأت تضح في مواقف عديدة، آخرها كان أنه كاميلا هاريس وبايدن كانوا مختلفين في قضية كيفية التعامل مع ما حدث ما بعد 7 أكتوبر. 7 أكتوبر هو تحول يعني دراماتيك على مستوى إسرائيل، على مستوى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على مستوى تحالفات ومواقف القوة في الشرق الأوسط، وعليه في الموقف الدولي ككل. وبان ذلك بوضوح في اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي وقفت فيه 14 دولة لأول مرة مع أمريكا فيما عدا تحفظ الروس، على أنه هناك يجب أن يتم إيقاف الحرب والمحاولة للخروج من هذه الأزمة. هذا هو المتحرك في هذه العلاقة بين الثابت والمتحرك، التي على أساسها يراهن ترامب، على أساسها يراهن نتنياهو الذي يعيش يعني أحدق حلقات الضغط عليه من الرأي العام الإسرائيلي، وأيضا ترامب الذي يحاول يصطاد في الماء العكرة. والآن الحلقة الوحيدة التي يمكن نعتبرها إيجابية في أنه يتفق تماما مع طرح الأستاذ إيهاب عمر بأنه المتغير هو محدد جدا. الآن فقط قضية إيقاف الحرب ومحاولة معالجة القضية الإسرائيلية الفلسطينية جذريا يعني تبني فكرة الدولتان. هذا هو الواقع الذي يراهن عليه ترامب والذي تعمل عليه هاريس في هذه السانحة، والتي ظهرت كثير من معطياتها بأنها وحتى تكتمل حلقة النقاش. اسمح لي أيضا أن أطرح عليك ما طرحه ضيوفي منذ قليل، أن إذا كانت هاريس أو إذا كانت ترامب أو إذا كان اسم ثالث سوف لا تتغير السياسة الأمريكية تجاه دعم إسرائيل، لأنها تتعلق بالسياسة الأمريكية وهي ليست سياسة أفراد أو أحزاب. إلى أي مدى تتفق؟ أنا أتفق بأنه الثابت هو دعم إسرائيل، المتحرك هو ما ممكن إيجاده من خلال مواقف يعني أهم نقاطها صمود المقاومة، محاولة الرأي العام العالمي يصف بشكل جماعي، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقي على أن يقفوا في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة ككرت ضاغط لأي مواقف أمريكية تحاول تنائي عن محاولة إيجاد السلم وإيجاد محل القضية الأساسية. عليه أتفق معك وأتفق مع كثير من المتحدثين وأهمهم أستاذ إيهاب في طرحه بأن هناك يجب أن لا ننخدع من الشعارات ونتحاول نتعامل مع الواقع. فكرة هذه الظهور الآن هاريس أنا بعتبره مكسب إيجابي فيما هو متحول وليس ثابت. وهنا تأتي صحيح. القيادة الفلسطينية تأتي قيادة جامعة الدول العربية والقوة يعني الداعمة للحق الفلسطيني في دولته وفي حقه في العيشة في هذا العالم في سلام وبعدل، ويؤمن لا هذا المواطن الفلسطيني أن يعيش كما يعيش الإسرائيلي في دولته التي فرضت على الواقع
منذ سنة 48.